درس في مصر صح؟ ما شاء الله. والآن يعني هو ألف نعم درس ما شاء الله ألف كتب باللغة في اللغة العربية في تعليم اللغة العربية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وفي تجويد كذلك ما شاء الله ما شاء الله نعم كتابه هو يعني هو نعم نعم هو نعم ما شاء الله ما شاء الله أستاذ ربنا جعلني سببا في تعليم تجويد أكثر من 300,000 شخص ما شاء الله ما شاء الله هذا عن طريق الإنترنت وعن طريق الكتب ما شاء الله عندك موقع في الإنترنت أيضا؟ نعم موقع ما شاء الله كتابه أول في كردستان الذي يعني يعلم الناس بتجويد والصرف والنحو ما شاء الله أنا تعجبت جدا يعني أنا أرى الأستاذ لأول مرة نعم أنا كنت أقرأ يعني عندما بدأت اللغة العربية بكتابي ما شاء الله تجويدنا والصرف ايضا وانا امس ماذا قلت لك امس؟ قلت لك ان المعلم الذي علمك يعني اعطيه تحيه مني لان لغتك العربيه راقيه يعني ما شاء الله انا ارى ان شاء الله لك الاجر يعني في ان شاء الله نعم وهي زوجه تشتغل في هذا المجال منذ سنوات ما شاء الله وهي الان تعرف على نفسها. أنت لما كنت فرنسا؟ أنت عارف العربية شوية؟ لا. أنا تمونس. بومين سينيان. بوجولوشل. أنا ماتالي. بوبالا ماتابيك. هذا ابنك؟ ابنك محمد؟ لا. ابن؟ ابن أختي يعني. ابن أختك. لا أختي الشقيقة. ما شاء الله أختك الشقيقة. أنا نفس الوياه. فما اسمها ما لقيت الاسم مؤنسة ما شاء الله اسم على مسمى يبين فيها البشاشة والتعطي الأنس الآن تشتغل في هذا المجال في خياطة بالجهد منذ سنتين أما هي كانت تشتغل بها منذ سنوات من قبل أما بدأت بالجهد قبل سنتين بالجهد هذه الأسرة كانت تعيش في أوزبكستان نحن خرمس انتقلنا الى هنا تركنا اوزبكستان وانتقلنا الى هنا وانتوا يعني انا اعرف ان انتوا عوائل قريبه من بعض في علاقات صح؟ نعم مثل كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه في علاقات اسريه صحيح؟ موجود نعم الان والدينا هناك ما شاء الله وبعض اخواننا ايضا هناك ما شاء الله الآن في هذا المجال هم يجتهدون كل يوم هي لوحدها ولا عن طريق جمعية؟ يعني في جمعية نسائية ولا فقط ولا وحدها؟ كأسرة؟ هي أسرة منتجة يعني أسرة هي تعمل ولا أيضا الأبناء يعملون معها؟ أبنها؟ زوجها وابنها تساعد يساعدون؟ آه نعم غير متفرقين لا يساعدنا في هذا المجال يعني. نعم. وماذا هذا هو؟ الآن سيستانس هذا لماذا يعني شنو ماذا يستخدم هذا للشتاء ولا؟ من الأردن بس كيزنس بابو. من الشتاء بس من الأردن. معنا ما هذا شنو؟ هذا يسمى الشتاء. هذا سجادة قرغيزية. نعم. السبب إلى مجيئنا. هذا رؤية هذا. فهذا سجاد يفرش على الأرض. جوخ. هنا أولبار. هنا أولبار. بيتون كيس. هنا أولبار. بيتون كيس بلا. لا هذا. شنو تقطعه هنا؟ من خرجت من نمسنا. هذا صنع من الصوف. صوف. هذا من الخيل. خروف صف الخروف بس تذكر الهورس بيلو لا وهذا ايضا مسكينه متشندسه كيف
طيب فكرة عرفنا الفكرة. هذا ويعني هي تبيعة ولا هذه نعم شرداق. هذا الشرداق كان يعني مرتبطة بحياتي شعوب الرحال. نحن كنا من شعوب الرحال، وفي حياتنا كان موجود دائما خرفان خروف يعني حروف كلها، وكانوا ناس يصنعون الأشياء عديدة من صوف الخروف، وأحدها السجادات الخرزية يسمى هذا باسم شرداق. شرداق نعم هذا شيء صغير هذا ولا كبير في كثير طبعا نعم. وأول شيء نحن نفعله نحن نجمع الصوف والخروف صوف الخروف مثلا إذا نريد أن نصنع مترين سجادة نحتاج إلى 150 صوف الخروف يعني ما شاء الله عدد نعم عدد يكون كبير جدا نعم يعني هذا الصوف مضغوط نعم. بعد ذلك هم يعني يغسلون ينظفون كل الصوف يعني بماء حامية يعني حارة كل شيء يعني إجراءات يعني يأخذ وقت طويل بعد ذلك يأخذون هذا يسمى هذا صوف نفسها نظيف مغسل نعم كيس بعد ذلك يفعلون أول شيء يسمى هذا كيس كيس يعني هم يعني كيفنا الحشو هذا نعم كيف نقول بريس يضغط مضغوط ضغط نعم ضغط هم يعني اول شيء يربطون بالاشياء الخاصه هناك الات خاصه تستخدم فيها بعد ذلك يفعلون هذا كيس يسمى كيس هذا يصبح هكذا بعد ذلك هم ينتقلون الى الرسم يعني مضلعات مثل هذا يعني. هذا ديزاين نعم نعم انا فهمتهم يعني فهمنا نغير زخارف ثم بعد ذلك نخيط بنان كين بنبل ولد تمام اول شيء هذا والثاني هذا يعني يفعلون المضلعات بالرسم بالحجم ثم يضعون الخيط هكذا وهل هم يصدرون ولا وين يبيعونه؟ في السيارات كيف؟ السيارات هاي حجم السيارة لا على السيت الوراني هذا وهذا يكون هذا ماشين سيارة بجانبك وفي الخارج مثلا هذا مناسب للسيارة لأن هاي الدمج عليني لأن في فرق بس وهذه يعني أرفورك هاي ممكن يكون بل انتو ماشين وساندريت وسار مو ميزان كروش بشنان هاي شيء صح؟ لي هذه الآلة لي لهذا الحبل الصغير ايه نفسه الحبل الصغير يأخذون الأبيض والهذا أسود جسد قروش بس يكون على نرب زين الحين بدي البروسيس من عارف شلون تبيع عشان عشان كوكو يو ابريشيت وين يو باي سمثينج يس سبيك انجلش معذره من البحرين ما شاء الله
الله الان نعطيك الكارتنا ونتعرف عليك اكثر ان شاء الله. وسجادة التي رأيناها في السوق يعني سوق شعبي أكثرها يعني تصنع من قبل يعني. نعم ما شاء الله هناك السوق تبيعون يعني سجادات كبيرة سوق شعبي سجادات مختلفة ومن هذا كلها من يدها. حتى ما كان وايد ولا ودك يعني زعلان. كيف نتحرك أصلاً؟ نعم اوكي جزاك الله صغيرة. فهذا الحجم في احجام اخرى موجود الان ولا لا؟ الان هذا المتوفر. لا هذا فقط ده برضه جوبه. هذه الالوان الوان طبيعيه ويكون الوان اخرى ايضا مثل هذا مثل هذا ويدعون هناك هذا يعني يستخدمون هذا شيء خاص لتغيير خياطتهم. نعم ضربه تشوف ترول زر زر هذا جاب زادر ما قاعد شلون بيصير شغل جامد برضه مثل هذا شو شلون برضه بيصير شغل هذا ليس لهم ولكن يصنعون هذا ايضا. نعم تكتري بروجس بروفيشنال تي شوز قول برمي تي والله الآن ممكن تجربون بيدكم. أوكي. أوكي. أنا أبي أسألها يعني هي وين تبيعه؟ يعني هل زوجها؟ خلنا تبي سطح صناعي بنا. خلنا سطح صناعي. خلنا خلنا. وين مغازين جاي بيدرس؟ كما ذكرنا من قبل. هناك سوق شعبي. محمد هذا. سوق شعبي وهم يعني يطلبون. وهم الذين يبيعون فقط هي تأخذ الطلب وتجتهد في بيتهم. أوكي. لكن ندعم بالفكرة. الآن. نبغى يتخيط شيئين بينهما نبر خلق الله. يدني شوي. فوق قرآن قرآن. زيارة سياحية. جيد. هي أيوة في بودوس خدمة. بسم الله. Thank you.
إلى الجامعة. بعد ذلك في الجامعة يعني خارج الجامعة أنا كنت أدرس اللغة العربية بنفسي، وهذا الكتاب كان موجود لصديقي. يعني معلم تتعلم به بنفسك. ذاتي. لا يعني كنت أدرس أكثر يعني خارج الجامعة أيضا في بيت. ما شاء الله. أخذت هذا الكتاب كان موجود لصديقي عند صديقي. نعم. هذا كتاب في الصرف. في الصرف. وبالنسبة لنا اللغة العربية صعبة جدا، هناك يعني ضمائر وكلها وكل الفعل يعني وفق للضمائر يعني نفعل، وكنت أكتب فهذا ما شاء الله. هذا مسجد الإمام السرخستي بنته تركيا، مشابه لمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، شيء عجيب من البناء. جزاها الله خير حكومة تركيا على هذا الإعطاء، خاصة في آسيا الوسطى تركيزها على المسلمين هنا. ما شاء الله حتى فوق يوجد، تحت الأرض بعد يوجد. ما شاء الله. هذا يوم الجمعة الأذان يؤذن هنا ها؟ نعم. في كل وقت. والخطيب. نعم الخطيب. الخطيب نعم. يكون هنا. نعم. إمام هناك. نعم. خطبة الجمعة. نعم. ما شاء الله. مسجد أو مركز إسلامي بنوا الصينيين أيام الاتحاد السوفيتي أيام الشيوعية حق المسلمين، لأن كثير من المسلمين هنا كانوا مهاجرين من الصين. هذه في محافظة إسكول. بالقرب من إسكول اللي هي إيش البحيرة. شوفوا إن شاء الله باللغة العربية الإنجليزية.
الطراز الصيني. هاي المسجد، احنا المسجد الصيني اللي في كاراكول يم البحيرة في شمال فلسطين. طبعا يونس واحد كثيرين من كل الدول الغربية. Mosque was built in 1904 and its beginning built in 1904 and finished in 1907. Okay. Then when the Soviet Union came in 1929, right. From 1929 till 1947, they used this one as a, you know, that to keep some stuff, just not as a mosque. Yes, I told you. It's Soviet time. Yes, yeah. Yes. Reopened only what I think after independence, and I think support by Turkish rehabilitation. Yeah, exactly. Yes. As you said, it's all from wood. ما يميز هالمسجد مصنوع كله طبعا مثل البناء الصيني معروف اللي هي في المدينة المحرمة وغيرها، مبني في كله مساجد الصين داخل الصين كلها مبنية من الخشب بدون مسامير. أوكي، مثل إحنا لما نقول عن البوم وكله اللي هو لما يروحون البحر في السفينة مالتنا جوا الخليج. This mosque was built by that very famous architect, Zhou Si. His name is Zhou Si. Okay, and he's a Chinese. Yes, architect was from the. يعني ذي رب العالمين هو اللي حافظ على بيوته رغم أن بني من 1904 وحاولوا أيام الاتحاد السوفيتي أن يشيلون من هويته كمسجد، لكن الحمد لله رجع يعني الأتراك ردوا بنو أو إعادة تعميره ليعود كمسجد، ويبينه ترى مكان عامر المصلين. إيه ما شاء الله ما شاء الله كراسي. وحلو إنك تشوف المسجد ببناء الثقافات الأخرى. نعم، ودنا يعني هاي كان تعاون الثقافات أو من قديم الزمان، يعني بين الصيني والروسي والتركي والقرقيزي. هاي هو اللي سمح حقيقي وعجبني. انه يعني العلم بضروري، يعني انا اهم شيء اكون حافظ الفاتحه مخطوطه كل مكان بصوره واضحه. نعم، يعني انه مثلا لو بصلي على هاي الشيء اللي لازم اكون حافظته. صحيح. فهاي بعد اشياء شو اسمه تابع المسجد، يعني الأشياء مال المسلمين اللي يحب يهتمون فيها. كنت داخل حق المسجد بعد. ميز غرغستان وجود المساجد في كل مكان، في القرى في كل مكان. صغيرة زينة، هي مو كبيرة يعني حق القرية بس. هالقلادة يعني مو متعه، هاي الحين هالصوب ميضاءة الرجال والصوب الثاني ميضاءة النساء، ما شاء الله كله نظاف وحلوين. هاي بعد شكلها عروس جاي المسجد تملك ظهر كل مكان نروح رحلة العرايس. الخلفاء الراشدين، هاي أبو بكر، الله، عمر، أكيد في الكل مقدر أشوفهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الحوش مال المسجد فيها روحانية جميلة، الواحد يحس انه فعلا داش مكان يرتاح القلب. علة بالدودة، وان شلون اذا التفاحة ما فيها دودة يعني ما فيها حروف علة، فهاي هو الكتاب. هاي في ضيافة هذه الأسرة، هي بتخيل سجل كالصوف مالهم، وهو دي ما شاء الله يترجم الدكت كتب مدرس تجويد أكثر من 3000 شخص تعلموا على يده. هذا جزء الثاني من هذا الكتاب، لم أدرسه بعد لأن يعني هناك الأشياء كثيرة جدا لم أتعلمها بعد. نعم. هذا ساعدنا كثير، هذا الكتاب ساعدنا كثير لي ولي أصدقائي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وهذا الكتاب لحقت درست عليه هذا ولا هو نفسه نخول